بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسركم أن نطلع نقرأ التعليم على اليوتيوب ونستقبل مع حضراتكم سلسلة الشرحات المتميزة. اليوم هنتعلم كيفية إنشاء برنامج صوتيات وفيديو بسيط بلغة الفيجوال بيزك 2008 بخطوات سلسة ومباشرة، إن شاء الله نقدر نستوعبها، ودي هتكون النواة الأولى لإنشاء برنامجنا الكبير برنامج الميديا بلاير. وخلال هذه الفترة بنقوم بالتدريب على بعض البرامج البسيطة اللي بتعدنا لإنشاء المشروع الكبير بإذن الله. دائما وابدا بنسعد بأراءكم ومشاركاتكم على قناتكم، قناتنا على اليوتيوب قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب youtube.com/mr.tarik-nagar، أو مدونة قناة طارق النجار التعليمية mr.tarik-nagar.blogspot.com، أو منتديات كنوز الطارق www.forums.com/forum.php، أو قناة طارق النجار التعليمية على تويتر twitter.com/mr.tarik-nagar. تعالوا هنا نشاهد البرنامج الذي تم إنشاؤه، ثم بعد ذلك نتدرب على كيفية الإنشاء مع وجود بعض الملاحظات. ده البرنامج اللي احنا أنشأناه، هو برنامج صوتيات بسيط اهو. أول ما بيشتغل اشتغل على الفتحة، لو عايز توقف تعمل إيقاف، لو عايز تخفي الأداة تعمل إخفاء الأداة، عايز تظهر الأداة تظهر الأداة، عايز تشغل أي فيديو أو أي صوتيات بتقوم بالتحكم في المسار الخاص بيها، تكتب المسار الخاص بيها، ولكن دي نقطتين، أنا عارف المسار باك سلاش والمجلد اللي فيه الأشياء ثلاث ثمانيات باك سلاش F1 وبعدين دوت الامتداد ويف أو أي امتداد يا شباب، مش لازم ويف بس، ممكن MBEG AVI MBEG أي امتداد تقدر تشغل سواء كان صوتي أو فيديو. ثم بعد ذلك أقول له بلاي ونلاحظ عملية التشغيل ونسمع الصوت كده مع بعض. طيب بعد ذلك أنا هعمل أهوة إلغاء، وتعالوا بينا ننشئ هذا البرنامج المتميز البسيط. تعالوا بينا نتدرب مع بعض. الخطوة الأولانية هذهب إلى القائمة ابدأ وأقوم بتشغيل برنامج الفيجوال بيزك 2008، وهنسميه برنامج محرر صوتيات بسيط أهوة عن طريق جديد أو من فايل جديد. نغير الاسم، هسميه برنامج مثلا محرر صوتيات وفيديو، سمي زي ما انت عايز. ثم بعد ذلك اقول له اوكي. تصميم هذا البرنامج يتطلب مننا ان يكون موجود عندنا زر اللي هو زر التشغيل، وزر اخر اظهار، وزر اخفاء للاداء وليبل. تعالوا بينا نوقع الادوات ونشوفها كده مع بعض. هبدا اوقع الادوات، ادي زر التشغيل الليبل اهوت، ثم ادي الزر اخر اللي هو اخفاء الاداء او اظهارها. ممكن تضغط كليك يمين واعمل كوبي، ثم اعمل بيست، يبقى ادي ثلاثه، ادي ثلاثة، يبقى ده اسمه تشغيل بلاي، هنسميه تشغيل او بلاي. والثاني اخفاء الاداة اللي هي اداة الميديا بلاير، اخفاء الاداة. والثالث اظهار الاداة. كان ممكن نتحكم في كل الخصائص بالنسبه للحجم واللون والكلام ده، انا اضغط على الفورم ومن الفورم انتقل الى خاصيه من خصائص الفورم وهي الفونت. من الفونت اغير الحجم واغير اللون واغير الستايل، ادي بولد اخليه 14 وخلي نوع خط تايمز نيو رومان، ثم اوكي. ثم ابدا احرك تاني الادوات اهو عشان اقدر استفاد بيها، يبقى كاني عملت عمليه ضبط للادوات مباشره بهذه الطريقه السلسه. ثم بعد ذلك عندنا أداة الليبل، أدي أداة الليبل، أقول له أدخل المسار، هنغير خاصية التكست بالنسبة لها، أدخل مسار الأغنية أو الفيديو، لازم تكون عارف المسار. البعض هيسألني ليه؟ هقول له لأن ده تدريب أولي، ده تدريب أولي،
لان في بعد ذلك في سلسله محاضرات متميزه هتغنينا عن هذه الجزئيه. ثم المسار هيتكتب فيه تكست بوكس او برسم التكست بوكس على هذا النحو. طيب لما اجي اشغل ده بيتطلب وجود اداه، الاداه هي ويندوز ميديا بلاير. هروح ادور عندي هنشوف كده الاداه هل هي موجوده ولا لا. الاداه موجوده هنا؟ لا يا شباب، الاداه في الوضع الطبيعي انها مش موجوده. الوضع الطبيعي ان في التول بوكس هذه الاداه ويندوز ميديا بلاير غير موجوده. كل اللي عليك انك تضغط كليك يمين على مربع الادوات ثم تختار منه تشوز ايتمز، تشوز ايتمز، فتظهر نافذه ننتظر الى ان يتم تحميلها. تم تحميل نافذه تشوز تول بوكس ايتم، تنتقل الى تبويب كوم كومبونن، ثم تبدا تحرك شريط التمرير. حرك شريط التمرير الى ان نحصل هذه الاداه دبليو، يبقى في الاخر حرك للاخر وقوم باختيارها اللي هي اداه ويندوز ميديا بلاير. تضغط علامه التاشير لتشيك ان ثم تقول له اوكي فيتم احضار او استحضار هذه الاداه في شريط في مربع الادوات. بعد ما تظهر هتضغط على دبل كليك، دبل كليك لتوقيع هذه الاداه او كليك واحد ونقوم برسمها. هذه هي الأداة، تبدأ عملية الضبط بالنسبة لها على هذا النحو. وبالنسبة للبرنامج الفورم ممكن تغير خاصية التكست تسميها محرر صوتيات بسيط، ممكن تغير الألوان، ممكن يتم إضافة خلفية صورة أو إلى خلافه. بعد ذلك تعالوا بينا بقى نركز على الكود البرمجي اللي احنا عايزين نكتبه. هذه الاداه يا شباب اسمها ايه؟ اسمها اي اكس ويندوز ميديا بلاير. يا اما تغير اسمها يا اما تسيب اسمها زي ما هو وتكتبه. انت لك مطلق الحريه. لو انا سبت الوضع الافتراضي هروح لتشغيل. في تشغيل اضغط دبل كليك على زر تشغيل. انا عايز اشغل اللوجنيه الموجوده في المسار تكست بوكس 1. هقول له اسم الاداه اللي هي AX ده من الأداة AX Windows Media Player. أضغط مفتاح تف فيكتبها مباشرة، ثم دوت أو نكتب هذه AX Windows Media Player دوت URL URL وبعدين بيساوي التكست تكست بوكس 1 دوت التكست. ده معناه ايه يا شباب؟ معناها ان انا بقول له انا عايزك تقوم بتشغيل يا ميديا بلاير، عايزك تقوم بتشغيل الاغنيه او الفيلم الموجود في تكست بوكس 1 دوت التكست. تعالوا بينا كده مع بعض ننفذ هذه الجزئيه البسيطه. ادي تشغيل. هنا بكتب المسار، بكون حافظ المسار، وقلنا دي خطوه مبدئيه. المسار بتاعي دي نقطتين باك سلاج خمس ثمانيات، ده المسار اللي انا فرضه وحاطط فيه الاغاني او الافلام. باك سلاج اف 1 دوت الويف مثلا واي امتداد اخر. ثم بعد ذلك قلنا تشغيل، ننتظر. فنلاحظ ان بيقوم بعمليه الايه التشغيل. تقدر تعمل ايقاف هنا تشغيل ايقاف مؤقت او ايقاف دائم. يبقى احنا نجحنا في هذه الجزئيه، هذه تشغيل. ننتقل الى جزئيه اخرى. ايه هي هذه الجزئيه؟ عايزين نعمل اخفاء لهذه الاداه. يبقى اعمل اخفاء للاداه. هعمل ايه؟ هقول له ايه اكس ويندوز ميديا بلاير 1 دوت انفيزبل، ادي انفيزبل يساوي فولس. فولس يبقى كده هيعمل اخفاء للاداه. طيب عايز اعمل اظهار للاداه، يبقى نختار اظهار الاداه. هقول له ايه اكس، وزي ما قلنا احنا في مرحله مبدئيه، لسه في اصدارات اخرى وفي فيديوهات اخرى اكثر تقدما واكثر احترافيه، بيساوي ترو. لو جينا هنا اهوت نبدا ننفذ كده مع بعض يا شباب.
هوت هعمل إخفال الأداء، هعمل إظهار للأداء وهكذا. طيب البعض يقول والله أنا عايز أحمل صورة في خلفية الفورم. أقول له العملية بسيطة بس ركز بقى المرة دي. إيه هي؟ كل اللي عليك أنك تمسك هذه الجزئية ثم تضغط على الفورم عشان تدخل في الحدث لود، وتقول له كنترول في أهوت، يبقى احنا كده عاملين مسار، وتكتب المسار ما بين دبل كوتيشن. يبقى هنا مش تكست 1 دوت تكست 1 تكست بوكس 1 دوت تكست، لا هنا هتكتب المسار كامل. يبقى المسار اللي هنكتبه وليكن عايزين نشغل مثلا فيديو، انا عارف المسار وحافظه، هقول له دي نقطتين باك سلاش، دي نقطتين باك سلاش، وبعدين ادي الاسم تشينج، ده احد الفيديوهات اللي تم شرحها، كلر تشينج كلر فولدر دوت ال دبليو، ناخد بالنا غيرنا الابتداء ده اهو دبليو ام في، وتقفل على هذا النحو. تعالوا بينا ننفذ ونشوف اللي هيحصل مع بعض. طب ممكن تحمل الفاتحه، سوره الاخلاص، سوره الرحمن، زي ما انت عايز. ننتظر شوف اثناء التحميل هيتم تشغيله مباشره، اهو بدا يشتغل بالفعل قدامنا اهو. عايز تغير اعمل ايقاف تشغيل واكتب مسار الاغنيه او فيلم. وكده يبقى اتعلمنا ببراعه كيف يتم انشاء محرر صوتيات وفيديو بسيط، ولكن في مرحله اخرى او في فيديوهات اخرى سوف نصل الى الاحتراف وانشاء برنامج الميديا بلاير كامل بمشيئه الله عز وجل. كل بس المطلوب من حضراتكم انكم اثناء الانشاء انكم تقوموا بانشاء مجلد الاول، المجلد ده سموه محرر صوتيات او فيديو بسيط، ثم نضع نحفظ داخل هذا المجلد، هذا المجلد الذي تم انشاؤه، هذا البرنامج بجميع محتوياته كي يتم تشغيله وتفعيله باسلوب صحيح. دائما قبل ما نسعد باعراقكم ومشاركتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليمي على اليوتيوب www.youtube.com/mr-tarik-al-najar، او مدونه قناه طارق النجار التعليمي مصر طارق النجار www.youtube.com، او متابعتكم مصر طارق www.farmers.com، او قناه طارق النجار التعليمي على تويتر twitter.com/mr-tarik-al-najar. والسلام عليكم ورحمه الله.